الليلة أيضا من مهرجان جازان للتسوق والترفيه. مهرجان جازان وخيمة التسوق موجودة بجانب القرية التراثية، ما زالت الفعاليات مستمرة وما زالت الخيمة أيضا مفتوحة للزوار. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني وبل لن أسعى لرضاهم. من الأشياء الموجودة في المهرجان محل التصوير، وهذه نتائج هذا المحل، هذه الصورة الجميلة. طبعا هذا المحل، هذه كانت تغطيتنا الليلة. القاكم إن شاء الله في تغطية أخرى وفي مكان آخر وفي جمال آخر من جازان. ليلتكم سعيدة في أمان الله.